تحاول بعض الجمعيات الفاعلة بولاية عين صالح تضييق الخناق على آفة المخدرات التي كثر الحديث عنها هذه الأيام بالتصدي لها من خلال الاستنجاد بالأمهات نموذجا وفق برنامج أعده قسم البنات التابع للجمعية الدينية لمسجد أولاد بابا علي بحي الضايا لتفعيل شرائح المجتمع للقضاء على هذه الآفة بمحطات أو بمحاضرات حطيناها إن شاء الله في مختلف مدارس في المنطقة واخترنا لها مؤطرات ليأدوا هذا الموضوع ويدي حقه إن شاء الله باش به نعالجوا هذا المشكل اللي راه انتشر عندنا بهذا الصيف. كاين حضور يعني لاباس به وكاين تجاوب مع المحاضرة من خلال يعني المداخلات والوعي يعني اللي كان يلحق يعني لأذهان هذه الأمهات يجسد في أرض الواقع خدمة لتربة أبنائنا. المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع الواقع والحلول هو العنوان العريض لسلسلة محاضرات تجوب بها الأستاذات والمرشدات الدينية مختلف الأحياء للتوعية والوقاية أكثر من الوقوع في المخالب السامة لآفة المخدرات مع اقتراح البدائل. تحدثنا يعني وقاية من خطر المخدرات وأثارها واستهدفنا يعني الأمهات دورهم في الأسرة وأيضا تطرقنا إلى التأثير النفسي والاجتماعي والاقتصادي. في باب الإدمار أن يتعرض الموضوع لأخطار وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام بصفة عامة يعني استعمالها يعني كما نقولوا على حساب واش استنتجنا من خلال الدراسة باللي هي سلاح ذو حدين. هي محاولة جميلة توقعها الجمعية الدينية لمسجد أولاد بابا علي بولاية عين صالح لعلها مساهمة طيبة منها في الحد من انتشار المخدرات التي أضحت تنخر كيان المجتمعات بلا رحمة.